السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم بالعلم المتقي الناطق الرسمي لجميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية حي عادل وضمن مسابقة أرقنا الثانية الأبطال إخوان كاملي، ونشوفوا الأبطال ديالنا كيفاش شادوا المسابقة وكيفاش كان الإنجاز ديالهم في هذه المسابقة الإخوان الكاملي. السلام عليكم. كيفاش المسابقة؟ كيفاش حضرتوا المسابقة؟ واش كنتوا حاضرين؟ كيفاش كانت الاستعداد ديالكم في هذه المسابقة الأخ كاملة؟ سي بالعيد بطبيعة الحال كنا حاضرين المسابقة، كما عرفت الإخوان أركان الثانية دارت ظروف جيدة، الجو مزيان الحمد لله، حضرنا الحمامة جات الحمد لله وكانت جات في توقيت جيد توقيت جيد. توقيت ديال الاعلان ديالكم الاخ كاميلي؟ توقيت الاعلان الحمامه الاولى مع 12 دقيقه و14 ثانيه. اي والحمامه الثانيه؟ الحمامه الثانيه مع 19. تبارك الله، راكم علمتوا توقيت جيد وشرفتوا جمعيه ديال حي عادل. وهذه هي الحمامه الاخ كاميلي، ناخذوا واحد اطلاله على الحمامه. الله يسخر، حمامه ممتازه، اللهم بارك، تبارك الله. الحمامه ملاجيه ولا كبيره ولا شنبوره؟ ملاجيه، وديجا عندها القاب اخرى، عندها ديجا القاب صعيد عصبه، وفي الجمعيه كذلك عندها تقريبا عده انجازات الحمامه. تبارك الله. حتى الاب ديالها ولا خوتها كلهم عندهم انجازات. سلاله كامله زعما عندها بي سلاله جيده، ديما عندها انجازات مزيانه الحمد لله. الاخ ديالك حتى هو كان حاضر معك في الديكلاراسيون؟ ضروري حاضرين، الامور دازت بخير وعلى خير، وكنتمنوا ان شاء الله المسابقات يكونوا دايزين في احسن الظروف، وكنتمنوا التوفيق لجميع الممالع في المسابقات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. الى لك ممكن يمكنك تعطينا ملي كتنحضر السلاله الاخ كاميلي هذه الحمامه الاولى؟ الحمامه السلاله ديال الاب ديالها اصلا عندنا حصل انجازات عندنا في المراتب الاولى، وكيحضر من 100% فاندينابي. غابي فاندينابي الام ديالها، الام ديالها بيتر فانديرميو ويو هيرمس. يو هيرمس تبارك الله، الله يسخر. وتحضر معنا هنا عندنا جمعيه حي عادل، ممثل جمعيه حي عادل الاخ جابر الركراكي، حتى هو اللي مكلف بعمليه الكونترول بالنسبه لجمعيه حي عادل وبالنسبه لجميع الجمعيات داخل مدينه الدار. الاخ جابر، كيفاش كتشوف الابطال ديالكم هما شرفوا الجمعيه ديال حي عادل في هذه المسابقه؟ كنهني الاخوان كاملي على هذا الانجاز اللي داروه في هذه المسابقه ديال الاركان الثانيه، وكنتمنى لجميع المنخرطين وجميع الناس اللي ما حالهمش الحظ يساعدهم الحظ باش يديكلاريو حتى هما يفرحوا ويكون ناشط، وكنتمنى للاخوان كاملي حظ موفق في المسابقه الجايه ان شاء الله. وراه هذه هي المسابقات ديالهم هما، راك عارف اخوان كاملي في الدومي فون وذاك راه دائما كيكونوا حاضرين مع المتواجدين ضمن الجمعيه وضمن العصبه. ان شاء الله كنتمنى لهم التوفيق باقي المسابقات القادمه بحول الله. اخ جابر، كيفاش كتشوفوا الابطال ديالكم داخل جمعيه حي عادل؟ الابطال راه من الابطال الكبار ديال جمعيه حي عادل، راه ماشي زعما راه ماشي اول مره كيديكلاري ولا راه سنين وهما وهما ناقشين الاسم ديالهم على جمعيه حي عادل وضمن العصبه. وكيمتازوا باخلاق عاليه الاخوان الكاملين، ما تبارك الله عليهم. ناس ماشي طيبين وناس معقولهم، ماشي شي ناس راك عارف ناس تبارك الله ماشي. وتبارك الله الابطال ديالنا الاخوان الكاملين كيبداو المسابقه بالاعلان ديالو في الاعلانات الجيده، دائما كتبدا من المسابقه ديال المسافات المتوسطه يعني الدومي فو، كتبدا الانطلاقه ديالهم انطلاقه جيده. الاخ كيفاش الاخ كامل كيفاش كان الشعور ديالكم وانتم كتحتلوا بالمراتب الاولى داخل عصبه الدار البيضاء الثقافيه الكبرى؟ والحمد لله كيكون احساس كيعرفوا اي مولوع كيكون حاصل على هذا الانجاز، سيرتو كتكون العصبه الحمد لله كما عرفنا لان الدار البيضاء كامل مجموعه وكاين العدد الحمد لله اللي هو تقريبا واصل مع ما بين 35000، راه ما تهلفش تكون عندك المراتب الاولى مع وسط 35000، راه شرف لينا صراحه، شرف كبير وماشي سهله باش صراحه. والحمد لله وكنتمنوا الحظ للجميع ان شاء الله في المسابقه الجايه ان شاء الله. الحمد لله. شكرا سي بالعيد، وكنشكر الحاج جابر على هذه، وكنتمنوا ان شاء الله المسابقه تكون ديزو في ظروف جيده ان شاء الله. وشكرا لك ان شاء الله. الاخوه الكاملين للجمعيه ديال حي عادل كيفاش كتشاهدوها بالنسبه لهذا الموسم هذا؟
والحمد لله جمعيه حي عادير كما كيعرف الجميع من القدماء ديال الجمعيات في الدار البيضاء، راك عارف الجميع من القدماء جمعيات في الدار البيضاء اللي كانوا واي جمعيه راك تدوز من المراحل كما كيعرف الحمد لله كيكونوا شويه المشاكل وشويه الحمد لله شويه كل مره كتكون ظروف ضروري كل جمعيه عندها مشاكل ديالها كيتغلبوا عليها عام على عام كيكون تطور كيكون مشاكل اهم حاجه هو الاصلاح كلشي كيتعالج الحمد لله كلشي كيتصلح والحمد لله راه الحي عادي اللي عندها مخيطين ديالها عندها جمعيه عندها ابطال ديالها اللي كيبصموا كل سنه الحمد لله على صعيد العصبه والحمد لله كنتمنوا يكون عمل من طرف للمنخرطين من اعضاء المكتب ان شاء الله مسيرين ان شاء الله باش الجمعيه تزيد قدام ان شاء الله في الاعوام القادمه ان شاء الله. داكشي كنتمنوا ان شاء الله. وبالنسبه لهذه المسابقه الاخوه كاملين شحال حمامات ديتوا وشحال باقي؟ الحمد لله كانت دينا 63 حمامه 63 دخلوا لنا البارح دخلوا لنا 60 حمامه. المهم لي بيرس ما كاينش لي بيرس بزاف ثلاثه الحمامات يقدروا يجوا مازال اليوم مع العشاء يقدروا يجوا الدار. المهم نتمنوا الخير الاسبوع المقبل ان شاء الله ربما غادي يكون روبو ياك ان شاء الله باذن الله. بغيناكم باش تستعدوا للمسابقه ديال مدينه اولا جرار ياك الاخ جابر برج المغرب يا عندك انطلاقه من تما كتبدا الانطلاقه ديال المسافات الطويله ربما الاخوان مسابقه اولا جرار مسابقه كتكون جيت شيقه شيقه الجميع في ظروف جو مزيان وظروف مزيانه كتكون صراحه كتكون فيها واحد الجو ديال واحد الحلاوه الحماس واحد صراحه هذا الشيء كاين. كنشكركم بزاف على هذا الاعلان اللي اعلنتوا به وشرفتوا الجمعيه وشرفتوا المنطقه ديالكم والاستعداد ديالكم للمسابقات القادمه بحول الله ان شاء الله. المسابقه ان شاء الله الاستعداد عادي كيبقى ديما نفس الاستعداد عادي كما سميتو ان شاء الله. نتمنوا التوفيق للجميع وكنتمنوا تدوز بظروف جيده ان شاء الله باذن الله. شي تحيه غتقدموا الاخوان ديالكم شي العائله الاحباب الاصدقاء مدينه الدار البيضاء وخرج مدينه الدار البيضاء. تحيه للاخوان كاملين اللي كيعرفونا واحبابنا الحمد لله. حنا كاع كلشي خوتنا كلشي احبابنا الحمد لله لا في الدار البيضاء ولا خارج الدار البيضاء الحمد لله. وكنشكروا كاع المسؤولين اللي كيقوموا كيسهروا على هاد المسابقه اللي كنشوفوها صراحه ماشي سهله الشيء السياره ما ساهلش كما كيشوفوا شي وحدين كيبان لي ماشي سهله ما ساهلش كما يقولوا قال العصيده باغي يدير دو فيها ماشي سهله السياره باش الانسان باش ينجح لك واحد الطلقه اللي فيها واحد العدد كثير. ومن هاد المنبر كنحيي التحيه لجميع الاصدقاء ديالي كلهم وكنتمنى حد موفق ان شاء الله في مسابقه الجايه للجميع ان شاء الله. كنشكركم الاخوان كاملين كنشكروا الاخ جابر ممثل حي جمعيه حي عادل كنشكروا جميع الاخوان ديالنا اللي كيشاهدوا من هذا الفيديو على قناه بالعيد منتقي عبر اليوتيوب وتحيه شكر وتقدير لجميع مرافقي الحمام مدينه الدار البيضاء وجميع المكتب المسير لعصبه الدار البيضاء الثقافيه والرياضيه وبهذه اللقطه وبهذا الكنترول عند الابطال ديالنا اخوان كاملين. نستودعكم الله وفي امان لقائي بكم مره اخرى ومع بطل اخر. دمتم في رعايه الله.